وصل إلى نواكشوط السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية على رأس وفد رفيع المستوى من الجامعات العربية، وذلك ضمن التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القمة العربية 27 على مستوى القادة. واستقبل الأمين العام للجامعة العربية بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدكتور سلكو الأحمد زيد بيه، محاطا بعدد من معاونيه وبأعضاء السلك الدبلوماسي العربي المعتمد في نواكشوط.